وبالآيات نستبق إلى الخيرات بالتلاوة بالحفظ بالتفسير بمراتب من أول لأخير ترعاه عباسية عتباتنا وتحثه بالسعي للتطوير نستبق إلى الخيرات تحت عيون العتبات نستبق إلى الخيرات تحت عيون العتبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أحسنت يا حبيبي. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم جميعا أيها الكرام ورحمة الله وبركاته. بعد السلام الكبير الدائم النام المتعالي على نبينا الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بوركت هذه الأيام عليكم أيها الكرام، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم، ومرحبا بكم. ونحن نفترش مائدة هذا الشهر الكريم، شهر الله المبارك، ونحن تحت فيء ذلك الظل العظيم، تحت خيمة مولانا أبي الفضل العباس عليه آلاف التحايا والسلام، نجلس بين كفوفه، نجلس مطمئنين آمنين على مائدة هذا الشهر الفضيل. إلى السماء تجلت نظرتي ورنت وهللت دمعتي شوقا وإيمانا، يسبح الله قلبي خاشعا جذلا ويملأ الكون تكبيرا وسبحانا. فرق تتسابق وأرواح تتعانق تحت ظل خيمة العطاء الكبير لصاحب الفضل لا مثيل له أبي الفضل العباس عليه آلاف التحايا والسلام، لنستمع لطاقات الإبداع المختلفة في هذا الموسم الجديد المختلف. فرق تعودنا عليهم في المواسم وعرفنا كيف تكون المواهب، جيل قرأ القرآن فوعاه ويد القائل ترعاه، المسابقة القرآنية الوطنية الفرقية الثامنة تبدأ الآن. نعم سادتي وأحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم ولكل الحاضرين وللزوار الكرام. ها هي شارة البدء، نأخذها من لدن إدارة العتبة العباسية المقدسة، وتحديدا من عضو مجلس الإدارة بهذه العتبة المطهرة الأستاذ الدكتور عباس الددة. حياكم الله دكتورنا العزيز. حياكم وباسمه دكتور. نرحب بكم جميعا أيها الأفاضل. أما المضيف لهذا العام لهذه المسابقة رئيس المجمع العلمي للقرآن الكريم جناب الأستاذ الدكتور أحمد الشيخ علي. حياكم الله جناب الدكتور، وباسمه نرحب أجمل ترحيب بالحبيب
الألمعي الجميل الأستاذ علي الفاطمي راح يكون وياي شكراً إن شاء الله تعالى بهذا العام وهذا الموسم وهذه النسخة بإذنه تعالى. إذن من الأستاذ علي وإلى لجنة الخبراء الألمعيين الأساتذة الأفاضل نبدأ بمن هو أقرب لنا من حيث المكان بهذه اللحظة. نعم الرادود القدير خادم القرآن الكريم القارئ الدولي الملا عمار الكناني حياكم الله ملا شرفتونا بارك الله فيكم. نعم نعم وإلى من جمع الحسنيين نعم خدمة القرآن الكريم وكان وما يزال صوتا قرآنيا صادحا بحب القرآن وخدمته وأيضا بخدمة الآل الطاهرين الشيخ الحاج ميثم أو ميثم التمار حياكم الله وتقبل الله أعمالكم. الله وتقبل الله أعمالكم أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق ورمضان كريم علينا وعليكم وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله أستاذنا الفاضل القارئ والحكم الدولي الأستاذ ميثم التمار خليها سهلة خلينا مرتاحين. نعم لن بداية مسابقة. نعم لا لأن الدكاترة موجودين. أي أحسنت. نعم أما الأب القرآني الحبيب الأستاذ الكبير الأستاذ الدكتور الشيخ باسم العابدي مؤسس الحركة القرآنية من بعد سقوط الصنم بعراقنا الحبيب حياكم الله أستاذنا وأبونا شرفتم مولانا بارك الله فيكم. كلنا ثمارك فضيلة الشيخ كنا ثمراتك. إذن ننتقل إلى محكمنا الرابع والذي نتشرف به في هذه المسابقة حافظ القرآن الكريم والذي يرتل القرآن ويستمع له مع نبض قلبه ماهر الحميري حياكم الله أستاذ ماهر أهلا وسهلا. يا أهلا ومرحبا بكم. إذن نبدأ على بركة الله وإجراء القرعة طبعا بهذه النسخة اللي هي النسخة الثامنة من المسابقة القرآنية الفرقية اللي تعودت عليها تقام بالصحن العباسي المطهر من بعد ما انقطعنا بسبب الوضع اللي كنا به. اليوم عدنا إلى الصحن المطهر عدنا قرابة 30 فريق اللي يشاركون ويانا بهذا العام لأول مرة. سعينا كثيرا بأن يكون عدد المشتركين من 20 إلى 24 فريق لكن حقيقة هناك إقبال كبير وإن شاء الله تعالى سنكون بخدمتكم وإجراء القرعة الأولى. يلا أستاذ علي. إذا أيها الكرام نبدأ مع أول الفرق تعتقد شمال جنوب احتمال وسط وسط إيه نسحب يلا الورقة الأولى يعني الفريق الأول اللي راح يشترك معنا في حلقتنا الأولى وأول قرعة فيها وراح يصير من نصيبي من هاي الجهة بس التسئلة شمال أو جنوب وسط قلت وسط. إذن من شمال العراق الحبيب نعم ومن محافظة كركوك تحديدا يا أهلا لكن ألف أو باء ألف من محافظة كركوك فريق باء مو قلت لك كلمة غلط. يا أهلا ومرحبا بفريق كركوك باء حيهم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أهلا ومرحبا حياكم الله تفضلوا. أهلا ومرحبا أهلاً حياكم ومرحبا. الله شرفتمونا حياكم الله يا حبيبي عليكم السلام. يلا أستاذ علي أسحباني القرعة أسحبنا سيدنا أنا أتوقع جنوبي ها يلا إيش تتصور هسه جنوبي جنوب يا عيني تجمع بغداد الرصافة تجمع بغداد الرصافة حيهم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن يا مرحبا بكم وحياكم الله وشرفتونا سيدنا نستغل الوقت ونستثمر الوقت نطرح سؤال الجمهور. نعم سؤال الجمهور السؤال الأول وكالعادة كما هو في السابق في السنوات الماضية سؤال الجمهور بهذه الليلة والحلقة الأولى من المسابقة القرآنية الفرقية كل الأحبة الحاضرين هنا يقدرون يشاركون ويانا من خلال القصاصات راح نعرض عليكم صوت من هو القارئ أي واحد يعرفه يكتب اسمه ونهاية الحلقة
إن شاء الله تعالى راح تكون هدية للفائز مقدمة من العتبة العباسية المطهرة. طبعا راح يكون عندنا فائزين على ما أظن بكل حلقة إن شاء الله تعالى. نعم، من هو القارئ؟ وأول مشاركة من الأخوة في الكنترول، تفضل. نعم، من هو القارئ؟ نعيده مرة ثانية حتى بعد ذلك نبدأ الحلقة إن شاء الله تعالى. نعم. إذن من الآن خمنوا الإجابة الصحيحة واكتبوها بالأوراق، وإن شاء الله في نهاية الحلقة نعرف من هو أجاب صح أو خطأ. نعم، إذن نرحب بالفريقين. الفريق الأول من كركوك باء، نتعرف على الفريق بالكامل، تفضلوا. ياسر إسماعيل حسن. يا أهلا ومرحبا، تفضلوا مولانا. مؤيد يوسف محمد من محافظة كركوك. يا أهلا ومرحبا. الله يبيك. حسن عمران محمد. يا اهلا ومرحبا، حياكم الله. اذا نستمع الى الفريق الاخر ونتشرف بهم، يعرفون في بانفسهم الاسم وايضا الصفه اللي يشارك بها. نعم، الصفه اللي تشترك فيها، تفضلوا. تفضل. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. اني الحافظ الجوادين علي من تجمع بغداد. حياكم الله. شنو راح يشارك؟ التلاوه بالحفظ. حفظ هو الحافظ، هو قال. نعم. اني الحافظ. ما يشارك تفسير. الله يحفظك ان شاء الله على. اهلا ومرحبا. طفي الميكروفون مالتك. نعم. القارئ احمد رزاق لفته من محور التلاوه. اهلا ومرحبا. أهلاً استاذ احمد، تفضلوا عمي. بسم الله الرحمن الرحيم. المهتم بالتفسير جليل يونس مطشر. حياكم الله عمي. يا حياكم أهلاً الله. وسهلا، شرفتونا. اذا نبدا على بركه الله. لجنه التحكيميه نبدا ان شاء الله. السؤال الاول يعرض امامكم على الشاشات اللي عندكم. السؤال الأول: الكلمة ومعناها، ما معنى كلمة زكاة في قوله تعالى: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، من سورة الكهف المباركة. تفضلوا. تفضلوا. الزكاة يعني أحسن. يعني أحسن. أحسن أو أفضل. أحسن أفضل أو أفضل. نعم. طيب. نعم. أنت شو تقول سيدنا؟ أنا ما أقدر أجاوب. نعم، الإجابة الصحيحة نأخذها من جناب الدكتور الشيخ باسم العابد، تفضلوا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أستاذ حسنين، وحيا الله الأخوة الأعزاء. وأنا أشكر الأخ اللي يشترك في التفسير من بغداد، حيث عبر عن نفسه قال: أنا مهتم بالتفسير. وهذا كلام جميل وجيد. نعم. أنه إحنا المصطلحات الراعيها، وهذا مسألة مهمة جدا خاصة في التعاطي مع مسألة التفسير. هل نقول نحن مفسرون، أنا مفسر، أم نحن في قائمة المهتمين بالتفسير في هذه المرتبة، مرتبة الاهتمام؟ وهذا أمر جيد، فأشكر الأخ على هذا القول. بالنسبة لما ذكره المشارك من كركوك، لم يأتي بدلالة الآية ومعناها، ما سمعت منه إلا يعني كلمة. نعم، الإجابة الصحيحة شيخنا المطلوبة. الإجابة الصحيحة: الزكاة هنا في هذه الآية تأتي بمعنى الطهارة والنظافة، ولها مفهوم أوسع من مسألة الطهارة والنظافة. أحسنتم، شكرا لكم. أحسنتم. سمعت الشيخ. نعم. إذن نبدأ بسؤال التفسير إلى الفريق الآخر اللي هم فريق بغداد. والسؤال يقول: جاهزين إن شاء الله؟ جاهز. ما معنى كلمة مدادة في قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، من سورة الكهف أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. المداد هو الحبر الملون الذي يكتب به، وكلمة مداد جاي من مدة، والمدة يعني سحبة، ويتضح الخط عندما يجر القلم على الورق فيكون مداد، يعني معناها التوقيت. أحسنت والإجابة صحيحة، سنتعرف عليها من حكم التفسير دكتور باسم. أحسنتم، الإجابة صحيحة، وهذا القيد قيد المداد هو الحبر الملون. يمكن أن فيه بعض الإشكالية، لأنه مطلق الحبر قد تكون موجودة بالتفسير الحبر الملون، ولكن هذا القيد فيه مناقشة. شكرا لكم. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. نعم، إذن نروح إلى فقرة الحفظ، واحدة من فقرات الحفظ. إلى الأحبة فريق كركوك، سؤالكم يقول، طبعا فقرة الآيات المتشابهة، اقرأ ثلاث آيات ورد فيها المقطع الآتي: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرأنا ثلاث آيات، تفضل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. راح ينتهي وقتك. أولئك الذين هدى الله. لا ركز على الإجابة بشكل صحيح. نعم، الوقت انتهى. نعم، أستاذ ماهر تفضلوا. أحسنتم، لم يأتي بالإجابة. طبعا الإجابة مطلوب هو ذكر الآية مع اسم السورة. نعم، ولم يأتي بالإجابة. شكرا لكم. إذن أستاذ علي، إذن السؤال الآخر للفريق الآخر، وأيضا بفقرة الحفظ، اقرأ ثلاث آيات ورد فيها المقطع الآتي: والذين كفروا وكذبوا. تفضل. يا الله، في سورة البقرة: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي سورة المائدة الجزء السادس: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وفي سورة المائدة أيضا في الجزء السابع: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا عيني عليك، أعتقد الإجابة كاملة أستاذ ماهر. إجابة تامة. نعم نعم نعم. يلا نروح إلى سؤال آية ومقام للأخوة القراء، طبعا بالعراقي أو بالمصري براحتك. عراقي. اقرأ النص الآتي اللي أمامك بمقام النهاوند، اللي هو من سورة آل عمران المباركة الآية الخامسة والسادسة، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في السماء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أحسنتم، صدق الله العظيم. بارك الله فيكم. نأخذ التعليق من شيخ ميثم التمار من بعد ما نسمع التلاوة الثانية. الفريق الآخر. نعم. جاهزين عني؟
بالتلاوة مضبطين أموركم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن السؤال يقول: اقرأ النص بمقام الصبا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله إلى ورسوله. إلى آخر الآية. نعم. إلى آخر الآية. إلى آخر الآية. نعم الآية 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أحسنتم بارك الله فيكم. صدق الله العلي العظيم. إذن نستمع إلى إيجاز حول ما قدم الفريقان مع الشيخ ميثم التمر. الشيخ ميثم التمر. عفوا بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء. الأخ الذي قرأ في مقام النهاوند كان يحتاج إلى تنغيم أكثر وتلوين أكثر، والأخ الذي قرأ بمقام الصبا كنت أتمنى أنه لم يبدأ مباشرة من منطقة الجواب، فكان عليه أن يستفيد من البسملة في منطقة الوسط وكذلك من الجزء الأول من الآية، ومن ثم يأتي بالجواب حتى تكون الآية أو النغمة مترتبة. شكرا لكم. شكرا لكم. الشيخ. نعم أحسنتم. إذا ننتقل إلى السؤال الآخر. الآخر يلا نروح إلى الحفظ مرة أخرى، وهذه المرة المطاردة بالحفظ، الفقرة المشوقة للأخوة الأحبة المتابعين والمشاهدين للحفظ. نعم هذه المرة بهذه النسخة سؤال الحفظ بالمطاردة راح يطرحها حكم الحفظ، والتصحيح أيضا من خلال حكم الحفظ أيضا. نعم تفضل أستاذ ماهر. نعم من أي فريق نبدأ؟ يبدأ الفريق كركوك. فريق كركوك الف واللام اليوم ما تشتغل عندي قهوة ماكو. نعم. إن شاء الله راح أقرأ آية نعم كاملة ويبدأ فريق كركوك بالآية التي بعدها وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. أقرأ الآية التي بعدها. الآية التي بعدها. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. سنتم. نعم. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أحسنتم. نعم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وموسى وهارون وآتينا داود زبورا. أعد. وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أحسنتم. جزاكم الله خير الجزاء. شكرا للفريقين. نروح فاصل أستاذ علي. أكيد. نعم فاصل وسنكون بخدمتكم وإضافة فقرات جديدة. نعم الترتيل مع الملا عمار الكناني وهناك فقرات جميلة جدا فانتظرونا. حياكم الله من جديد وأهلا ومرحبا بكم ونحن في هذا الرحاب الطاهر مع المسابقة القرآنية الفرقية الوطنية الثامنة. نعم حياكم الله وحيا أساتذتنا وأحبتنا لجنة الخبراء بهذه المسابقة وكذلك الفرق اللي صاروا ويانا من خلال القرعة فريق كركوك باء وفريق بغداد الرصافة. كما نحيي جميع الفرق اللي شاركت ويانا بهذه السنة إذن وهذا العام. نعم. نعود إلى فقرة التفسير. فقرة تفسيرية. نعم. أخرى. فقرة أخرى للتفسير. نعم السؤال يقول أوجز معنى قوله تعالى من سورة الكهف المباركة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نعم لسان الآية يتكلم عن أصحاب الجنة الذين دخلوا الجنة والفردوس وهؤلاء لا يبغون عنها تحويلا بأن حولا هو التحول من مكان إلى آخر وبما أنهم دخلوا الجنة والفردوس بتحديدا فهم لا يبغون عنها حولا لأنهم فيها منعمون وهم فيها خالدون. نعم أحسنتم جناب الدكتور. الإجابة وافية وجيدة شكرا لكم. شكرا لكما أحسنتم بارك الله فيكم. نعم نروح للسؤال الآخر. يلا بس أريد أيضا إجابة وافية من يلا هاي الإجابة. تمام أوجز معنى قوله تعالى من سورة طه المباركة فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. نعم تفضل. الله سبحانه وتعالى يخاطب آدم وحواء عليهم السلام بأنهما لا يتبعان الشيطان ويطيعان أمرهما لأنه في تالي في محصلة الأمر سوف يخرجان من الجنة وعاقبة الخروج من الجنة هي شقاء التعب. أحسنت. أحسنتم يا حبيبي. نعم فضيلة الشيخ الدكتور باسم. أحسنتم. ردنا هذه الجنة ما المقصود بالجنة التي وردت في الآية؟ هل هي الجنة المتعارفة يعني متعارفة في القرآن الكريم وعند الناس أم هي جنة أخرى خرج منها آدم؟ إذا يشير لنا يعني أخ. نعم
الجنة المقصودة بها غير جنة الآخرة، المقصود منها جنة الدنيا، لأنه الدخول إلى جنة من يدخل إلى جنة الآخرة لا يخرج منها. أحسنتم، جيد. يعني مفترض أنه أنتوا عندكم اطلاع في البداية، هذه عصارة المعنى في هذه الآية، أن الجنة هي نقطة تكامل. كان آدم عليه السلام في هذه الحالة التكاملية من الجنة وغير هذه الجنة المتعارفة. شكرا لكم، أحسنتم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، شكرا لكم. نعم، نروح إلى فقرة الترتيل. ملا عمار الكناني وهذه الإضافة الجميلة والجديدة بهذه النسخة. طبعاً سيكون النص موحد سيدنا، النص راح يكون موحد للفريقين، وهم اللي يختارون المقام كيف يشاؤون. طبعا بهذه المرحلة، المراحل القادمة راح يصير عندنا اختلافات أخرى. لما نقول الأستاذ الفلاني يشرح لنا عن أداء الأحبة المشتركين، هذا لا يعني أنه وحده هو الذي يحكم على هذه اللائحة، وإنما بالجمع تكون الدرجة وكما هو المتعارف. فالفقرات وزعناها على الأساتذة الأحبة، لكن يشاركون في التحكيم بالفقرات الأخرى أيضا. نعم، الترتيل نبدأ ويا فريق بغداد. النص اللي أمامك الآن، أتلو من قوله تعالى من سورة الأعراف المباركة الآية 58 إلى 62، تفضل. ترتيل، اقرأ بأي مقام تشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. طفل الميكروفون. نعم، ننتقل إلى الفريق الآخر، فريق كركوك، بنفس النص القرآني وبالمقام اللي تختاره وبالطريقة اللي تجدها طريقة مناسبة وتوصلك إلى أن تأخذ أعلى الدرجات، تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من
من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أحسنتم، شكرا لكم. نعم، بارك الله فيكم. نأخذ وقفة جميل. قصيرة ونكمل مباشرة. شو تقول؟ لا، نأخذ تعليق من ملا عمار. عود قلنا يرتاح الملا، يعني تورطنا ويا ملا عمار. لا، قلنا شوي يرتاح، شرب ماي بعد استوى فاطم. نعم، بعد الفاطمي وما أدراك ما الفاطمي. نعم، ملا عمار تفضلوا بتعليقكم على الفريقين. نعم، تفضل. كان أداء المتسابق من فريق بغداد أداء جيد، كانت أحكامه جيدة وصوته جميل جدا، إلا أن هناك ملاحظة بسيطة جدا، هي كثرة التصرفات النغمية في الترتيل، ونحن نعرف أن الترتيل يحتاج إلى تأني في القراءة، ويحتاج إلى إعطاء المساحة المتوسطة في الأداء حتى تصل الآيات إلى المستمع الكريم. كنت جميلا جدا وأداؤك كان رائعا جدا كذلك. المتسابق العزيز من محافظة كركوك يحتاج إلى تركيز لبعض الأحكام، التأكيد على بعض أحكام التلاوة، وكذلك التركيز على نوع الطريقة التي يقرأ فيها الترتيل، هل هي الطريقة العراقية أم الطريقة المصرية، فكان هنالك دمج بين الطريقتين. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله جميعا. جزاكم الله خير جزاء. أحسنتم أحبتي وسادتي، وصلنا وإياكم إلى فقرات السرعة. عندنا أكثر من سؤال راح نطرحه على الفريقين. الأسئلة راح تكون موحدة، يعني هذه الفقرة سؤال موحد للفريقين. الفريق اللي يشخص الإجابة الصحيحة عليه أن يضرب هذا الجرس اللي أمامه، راح يعتلق الضوء، يعتلق يشتغل الضوء اللي خلفه أخضر يصير، فراح نأخذ الإجابة من الفريق اللي راح يشتغل ضواه. نعم. إذا يعني جاوب إجابة صحيحة راح أصير إليك يا أبو الإيد السريعة. نعم، إذا جاوب إجابة صحيحة راح يأخذ 5 درجات، وإذا ما جاوب أو كانت إجابته خطأ نروح للفريق الثاني. إذا جاوب إجابة صحيحة راح نطيت 3 درجات فقط، لأنه من خلال السرعة كان ثانيا. نعم. إلا بمسألة المخطوطة اللي راح يوصل سراها إن شاء الله تعالى، هذه لا، هذا الفريق الأول إذا جاوب إلى 5 درجات، وبكل الأحوال راح ننتقل إلى الفريق الثاني راح نسمع منه لكن نعطيه 3 درجات أيضا. أول سؤال موحد للفريقين، من هو القارئ؟ نعم. إذن فريق محافظة بغداد يحسم الأمر قبل انتهاء التنازلي بدأ. نعم، يلا عندك وقت تجاوبنا. فريق بغداد راغم مصطفى غلوش. احنا متفقين سابقا، والشيخ ميثم التمار أيضا موجود، أن تقول الاسم كامل إذا صح. راغم مصطفى غلوش. حدد إجابتك. راغم مصطفى غلوش. زي اسم جد الرابع. اسم جد الرابع راغب مصطفى. زين، نشوف الفريق الثاني حتى بعد ذلك نعرف الإجابة صح أو خطأ. طف الميكروفون. نعم، فريق كركوك شو تقولون؟ حافظ خليل إسماعيل. لا. نعم، ما أجب بالك جواب؟ مصطفى إسماعيل. الله عليكم، منو قال لك؟ منو؟ قول اسمه. المفسر. أحسنت. هم حتى مفسرهم ما يعرفون اسمه. ها؟ مفسرهم ما يعرفون اسمه. تريد يعرفون اسم القارئ؟ موفقين إن شاء الله. إجابة خاطئة. نعم، أما فريق بغداد كذلك الإجابة غير خاطئة، صحيح. راغب مصطفى غلوش هي الإجابة الصحيحة. هذه نأخذها درجة كاملة يا شيخنا مو؟ نعم، يلا نروح إلى السؤال الآخر. مثل ما قلنا لكم هالمرة المخطوطة الإجابة الصحيحة من خلال السرعة الأسرع 5 درجات. إذن على شاشات المتسابقين المخطوطة ويبدأ العداد. أول واحد راح يعرفها مرتضى السعيدي. أول مرة. نعم.
ماشي. يلا نعم. بسم الله. ناخذ منك الإجابة الصحيحة. أفنان. سيدنا ذواتا أفنان. ذواتا أفنان. ناخذ الإجابة. ذواتا أفنان. كذلك ذواتا أفنان. إذن خمس درجات إلى فريق بغداد وثلاث درجات إلى فريق كركوك. طبعا هذه السنة خلينا لكم أسئلة سهلة بالمرحلة الأولى وبعدين نتفاهم إن شاء الله تعالى. أما هاي أنا منتظرها والله الفقرة هاي. نعم. أنا منتظرها. أما وين أبو تمار؟ نعم. أما الإضافة أعتقد الأجمل بهذه السنة. أجمل إضافة. نعم واحدة من أجمل الإضافات. هم سؤال موحد للفريقين. رستونا إذا مو زحمة عليكم. نعم رستونا. نعم يلا السؤال الموحد للفريقين. أسلوب من؟ طريقة منو؟ راح نعرض لكم قارئ. هذا القارئ ممكن تعرفوه وخصوصا المقطع اللي يقرأ ممكن تعرفوه جدا ومشهور. ما نريد اسم القارئ. أسلوب من؟ هذه الجملة مالت منو؟ والأخوة في الكنترول يعرضوننا يعني الصوت. أسلوب عفوا من. عفوا قبل عرض الصوت نعرض. بعطل عيال. نعم أعرض. نعم عيد لنا من البداية. عيد 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 ركزوا جيدا. تكتو تكتو انتبهوا لنا. أسلوب من؟ فريق كركوك ما شاء الله. تفضلوا. محمد صديق المنشاوي. الله عليك. شو ما شاء الله. ندري محمد صديق. أسلوب من؟ هو يقرأ أسلوب لقارئ معين فأنت لازم تسمع هذا القارئ وتقول هذا الأسلوب أسلوب منه من القراء الآخرين. فهمت الفكرة؟ يعني جاي يعني هذه الجملة خلينا نقول يقلد مثلا منه. احنا ما نقول يقلد. هو يحاكي أسلوب قارئ آخر. منه هذا القارئ؟ نعم فريق بغداد. سيدنا بأسلوب الشيخ صديق المنشاوي يكون أبوه. منو جاوب؟ منو علمك بالإجابة؟ أنا شيخ. إيش قد تحب نعطيك كم درجة؟ والله بكيفك شيخ. نعم الإجابة خاطئة لفريق بغداد كذلك. الجمهور الكريم عدا اللجنة التحكيمية منو يعرف؟ عدا طلبة أمير القراء وعدا مرتضى السعيدي بعد واللي لابسين نظارات سود هم لا. نعم لا. يلا خلنا نسمع منهم. يلا حسين شلال اسمع منهم من يقول صح. شو يقول؟ عبد الفتاح الشحشاعي. خلي نسمع أسلوب من ونرجع لك. يلا الثاني. لا هو الأصل. الأصل إيه مهم قالوا. انتهى المقطع؟ نعم نعم. إذن الإجابة صحيحة لأحد الأحبة المشتركين معنا في المسابقة حسين محمد شلال. أسلوب الشيخ المنشاوي كان مأخوذ من أسلوب الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. نعم نروح إلى السؤال الأخير. أتوقع صغير. هسرات فاصل بعد. نعم فاصل صغير. إذن أيها الكرام فاصل. بعد هذا الفاصل فقرة جديدة راح تكونون إن شاء الله مستمتعين فيها. أكيد إن شاء الله. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. وصلنا وياكم إلى الفقرة الأخيرة بهذه الحلقة وهي الحلقة الأولى من المسابقة القرآنية الفرقية بنسختها الثامنة. سؤال موحد للفريقين. صور مقطعة على الأحبة أن يرتبوها ومن خلال أيضا العداد اللي راح يكون وياهم. العداد الموجود له زمن معين إذا انتهى الزمن راح تتوقف نهائيا. ليخلص أول نعم. راح تكون الإجابة الدرجة إلى أعلى إن شاء الله. على الفريقين أن يختارون واحد منهم يكون سريع بهاي اللعبة يلا ويعرف يستخدم الشاشة. من فريق بغداد؟ أنت؟ يحتاج لها ركض ترى.
يلا قوم تعال هنا. يلا استاذ علي اختار لك واحد قبل اتدي فريق كركوك. يلا جاهزين؟ ذاك بالركض يفوز عليك ترى. اذا اشاره البدء منك سيدنا. جاهزين؟ لا هي بها عداد. نعم يلا واحد اثنين ثلاثه نبدا. ابدا يا ببدا. رتبها رتبها. يلا هاي هذه الصوره شفتها؟ نعم خليك شويه عفوا خليك يجي جانبي حتى تطلع الصوره للمتسابقين. انا صاحبي راح يخلص بعد. ما خلص ما خلص ما خلص. انت نعم خلص خلص. اذا فريق كركوك قبلك خلص. نعم لا. سيدنا انتم طلعت لكم كامله وخربتوها لو طلعت لكم كامله وخربتوها. لا هي مخربطه. ايش قصدك؟ نعم شكرا لكم. اذا احبتي وسادتي لحظات ونكون بخدمتكم لاعلان نتائج هذه الحلقه. مثل ما قلنا لكم سابقا بالمرحله الاولى الجميع ينتظر النتائج ونتائج الفرق المتبقيه حتى نعرف اعلى 16 فريق اللي هم راح ينتقلون ويانا الى المرحله القادمه. لحظات ونكون بخدمتكم ان شاء الله تعالى. طيب الله أوقاتكم بالخير والعافية والبركة، وجعل الله هذه الأوقات دائمة إن شاء الله عليكم في كل سنتكم إن شاء الله، أوقات الغفران والرحمة الإلهية. نصل معكم إلى آخر فقرة وهي فقرة إعلان النتائج، وحبذا أن سيد حسنين مشلع قلوب لا خادم الفرق. خادم يدلون لا خصوصا الحلقة الأولى كذا يعني ما بها ذاك الجو. بعد مستوهم سيد إعلان صايني. النتائج من بعد ما نسمع سؤال الجمهور مرة أخيرة بهذه الحلقة حتى نجاوب عنه. نعم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نعم الإجابة الصحيحة هو الحافظ خليل إسماعيل. هناك هدية إن شاء الله تعالى تقدم للعتبة العباسية المقدسة، من بعد انتهاء الحلقة راح تجون للأخوة يسلمكم إياها إن شاء الله تعالى. للأخوة اللي شاركوا والأحبة اللي شاركوا ويانا بالإجابة الصحيحة، الحافظ خليل إسماعيل هي الإجابة الصحيحة. إن شاء الله إجابات هواي. إجابة كثيرة. نعم أستاذ علي تسحب. يعني شوف بسم الله الرحمن الرحيم. احذر منه. بس كاتب بس الحافظ خليل. نعم خليل منه؟ طيب والله لا الحافظ خليل واسمه احمد صالح. اكو واحد اسمه احمد صالح هنا موجود؟ احمد صالح وهذا المتوفي احمد صالح 1909. اكو واحد احمد صالح؟ اكو موجود؟ ها موجود زين. يلا تعال تعال هنا تعال يا خليل. بس سيدنا ما عرفنا الحافظ خليل. يا خليل خليل اسماعيل ما يخالف ما يخالف ما يخالف والله والله. يلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. خلي يطلع هويته من يقول هو احمد صالح. شلونك حبيبي احمد صالح؟ اكيد يا اهلا ومرحبا. الجائزه مقدمه من مضيف العتبه العباسيه المقدسه. شكرا سيدنا جزاك الله خير. مو لك لاحمد صالح. انت من يا محافظ ابوي؟ من البصره؟ والنعم. المايك ما جاهز؟ يلا على بوت المايك. بالتوفيق ان شاء الله. منين من البصره؟ مقبول. من الزبير يا كل هلا بيك. اذا من الاخوه الزوار. اما الجائزه الثانيه راح تكون من خلال المخرج. طبعا اكثر واحد تآذينا هو الاستاذ حمزه الفيحان، والشهاده لابد ان تقال. أكثر من بذل جهد بهذه السنة للإعداد لهذه المسابقة هو فريق الأستاذ حمزة الفيحان مخرجنا الكريم والعزيز، وعلى رأسهم هو الذي واصل الليل بالنهار. لقطة كاميرا مركز الكفيل راح تختار واحد من الأحبة الموجودين، وبانتظار هذه اللقطة على الشاشة تعرض هذه الهدية راح تكون إلى
منو؟ من الزوار، من الحاضرين؟ نعم نعم، بانتظار عدسة الكفيل. أنا قلت لكم ويل؟ لا يلا واحدة. الكفيل تختار هذا العزيز. نعم تفضل يا حبيبي، حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. يلا أبو يا شباب ندخلوا. يا أهلا يا أهلا. يلا على وخمن شو اسمه؟ اسمه أحمد. أنا أقول أحمد، أحس لو أحمد لو مرتضى. يا أهلا حبيبي مصطفى. مو شوف معرفتك شلون صح. يا أهلا ومرحبا، حياكم الله حبيبي. مصطفى من ذيقار. يا أهلا ومرحبا حبيبي، جابت صحيح. شكرا لك. يا أهلا ومرحبا. أريد جائزة سيد، جاوبت صحيح. جاوبت صح أنت؟ جاوبت صح غير ناصرية قلت صح طلع. أي دخلك ويا، لأنه هو دخول خمس أشخاص للمضيف. نعم، أما إعلان النتائج لهذه الحلقة، طبعا أكو درجة عندنا عالية ممكن تكون، مو شرط الأول أو الدرجة العالية راح يتأهل إلى المرحلة القادمة، ننتظر بقية الحلقات بالمرحلة الأولى حتى نتعرف إلى على المتأهلين اللي هم 16 فريق راح يتأهلون إلى المرحلة الثانية. الجمهور شنو توقعاتكم لجولة هذه الليلة وهي الجولة الأولى؟ نعم الجمهور، من يقول فريق كركوك هو الأول؟ نعم، من يقول فريق بغداد الرصافة هو الأول؟ من يقول تساوى الفريقين؟ مشجعين هواي البغداد. نعم، فريق كركوك هو الأول بهذه الحلقة. نعم، صعودا إلى المنصة، ولكن حصل على 55 درجة. أما فريق بغداد الرصافة فهو الأول بالامتيازات اللي حصلوا عليها من خلال مشاركتهم وتحكيم لجنة الخبراء. بغداد حصلوا على 83 درجة ونصف الدرجة. مبارك لفريق بغداد وشكرا لفريق طيب كركوك. ننتظر بقية الأحبة، ممكن يكون عندنا درجات أقل، لكن سؤال مهم جدا سيد للفرق، للفريقين وأيضا للفرق المشاركة معنا، هل أن الدرجات ستكون مهمة في التصفيات أو فقط فوز وخسارة؟ لا فقط في المرحلة الأولى، ننتظر بقية النتائج إن شاء الله تعالى حتى نتعرف على أعلى الدرجات بالمرحلة الأولى كلها. 16 فريق يتأهلون أنا إن شاء الله تعالى. شكرا للجنة. شكرا جزيلا للجنة التحكيم الموقرة، مولى عمار الكناني، شيخ ميثم التمار، الدكتور باسم العابدي، والأستاذ ماهر الحميري، وشكرا سيد حسين. يا أهلا شرفنا بك أستاذ علي، حياك الله. أحبتي وسادتي دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. بالسور وبالآيات نستبق إلى الخيرات، بالتلاوة بالحفظ بالتفسير بمراتب من أول لأخير، ترعاه عباسية عتبة.